تقوم الجامعات داخل دائرتها الترابية بتقديم مجموعة من خدمات القرب للمواطنين والمواطنات في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي 14113، وتتمثل اختصاصات الجامعات الترابية في اختصاصات ذاتية، اختصاصات مشتركة، واختصاصات منقولة. أولا الاختصاصات الذاتية، والتي تتمثل في أولا إعداد برنامج عمل الجماعة، ثانيا المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية والتي تشمل توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، النقل العمومي الحضري، الإنارة العمومية، التطهير السائل والصلب ومحطة معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ الصحة، نقل المرضى والجرحى، نقل الأموات والدفن، إحداث وصيانة المقابر، إحداث الأسواق الأسبوعية، المحطة الطرقية لنقل المسافرين، معرض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي، أماكن بيع الحبوب، محطات الاستراحة، إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة ومراكز التخييم. ثالثا التعمير وإعداد التراب، هذا فيما يخص الاختصاصات الذاتية. أما فيما يخص الاختصاصات المشتركة فتشمل تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل، المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته، القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، إحداث دور الشباب، الحضانة ورياد الأطفال، إحداث المراكز النسوية، إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة، المراكز الاجتماعية للإيواء، إحداث مراكز الترفيه، المركبات الثقافية، المكتبات الجماعية، المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية، المركبات الرياضية والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة ومعاهد الرياضة والمسابح وملاعب سباق الخيل والهجن، المحافظة على البيئة، تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة، تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة، تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة، صيانة مدارس التعليم الأساسي، صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في نفوذ الجماعة، صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضاري، بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، التأهيل والتأمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية. ثالثا الاختصاصات المنقولة، وتشمل حماية وتنظيم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية، إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.